القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، أرض الديانات السماوية الثلاث، ومصر النبي محمد عليه السلام ومصلى الأنبياء. إنها زهرة المدائن وخليط الحضارات المتعاقبة عبر الزمن، ومحط أنظار البشر منذ أقدم العصور، مدينة فلسطينية ومركز محافظة القدس. إنها العاصمة المحتلة. تقع مدينة القدس وسط فلسطين تقريباً إلى الشرق من البحر المتوسط، على سلسلة جبال ذات سفوح تميل إلى الغرب وإلى الشرق، وترتفع عن سطح البحر المتوسط نحو 750 متر. وقد غلب على المدينة اسم القدس، وهو اسم من أسماء الله الحسنى، وسميت كذلك ببيت المقدس أي بيت الله. وتدل الأسماء الكثيرة التي أطلقت عليها على عمق هذا التاريخ الذي يضيف لقدسيتها طابعاً آخر. يرجع تاريخ مدينة القدس إلى أكثر من 5000 سنة، وهي بذلك تعد واحدة من أقدم مدن العالم. إنها القدس. كانت هذه لمحة عن منطقة فلسطينية تعد من أقدس الأماكن في العالم، ومهما قلنا في القدس لا يفيها حقها كل الكلام. إنها أرض الديانات السماوية الثلاث، بالإضافة لكونها واجهة للسياحة والثقافة والتاريخ لفلسطين والقضية، هي القدس. الآن لننطلق في جولة للتعرف على أبرز معالمها تاريخيا دينيا وسياحيا، وسنقف عند بعض المحطات التي اخترناها لكم. خليكم معنا. نتواجد الآن في محطتنا الأولى من البرنامج عند باب العمود الذي يقع في الجهة الشمالية من السور المحيط بالبلدة القديمة في القدس، عند بداية انحدار الوادي الذي يقطع البلدة القديمة من الشمال إلى الجنوب، وهو من أهم وأجمل أبواب مدينة القدس المحتلة، بالإضافة لكونه المدخل الرئيسي للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة والأماكن الدينية عامة، ومدخل رئيسي أيضا إلى السوق التجاري، ويسمى سوق باب خان الزيت والذي يتفرع إلى أسواق أخرى. لنسلط الضوء من خلال هذا البرنامج على هذه المدينة المقدسة. ننطلق من هذا المكان ونكون معكم في هذه الجولة. أسوار مدينة القدس هي لها طابع مميز يعطي المدينة. أول أسوار أنشئت لمدينة القدس كانت قبل ما يقارب 4000 عام في العهد البرونزي، ومنذ ذلك الحين حتى اليوم تغيرت حدود أسوار مدينة القدس عدة مرات. السور الحالي هو سور عثماني بني في عهد السلطان سليمان القانوني، يحيط مدينة القدس بمساحة 4300 متر محيط هذا السور. طبعا ارتفاع السور يختلف من منطقة لأخرى، يتراوح في بعض الأحيان 5 متر، في مناطق أخرى 15 متر. عرضه من الأسفل أيضا مختلف حسب المنطقة، في بعض المناطق بني على أسوار قديمة، في بعض المناطق الأخرى بني على صخر الطبيعي. طبعا أبواب مدينة القدس جميعها أبواب مميزة، لكن بعض الأبواب حدث عليها تغييرات أو أضيفت فيما بعد، مثل باب الجديد اللي أضيف في نهاية العهد العثماني، أو فتحت فتحات في السور مثل منطقة باب الخليل. باب العمود يعتبر أهم الأبواب من أبواب مدينة القدس، وله عدد من المسميات، منها باب دمشق ومنها باب نابلس، نظرا لأن القوافل اللي كانت تتوجه لدمشق ولنابلس كانت تنطلق من هذا الموقع. في هذا المكان البوابة أسفلها يوجد بوابة رومانية تعود إلى عهد هيدريانوس ما يقارب 135 ميلادي، بني فوقها البوابة العثمانية الحالية. في المنطقة هنا أيضا حدثت عملية حفريات لمنطقة باب العمود في سنوات السبعينات، اللي اكتشف فيها البوابة الأثرية الرومانية، واكتشف فيها أيضا العمود اللي لازال المقدسيين والفلسطينيين رغم مرور حوالي 2000 عام على هذا العمود، إلى أنهم لا زالوا يستخدمون مصطلح باب العمود رغم عدم معرفتهم عن هذا العمود، وهذا فقط بدلنا على الاستمرارية الحضارية والثقافية لسكان مدينة القدس.
محطتنا التالية لهذا اليوم في مدينة القدس مصر النبي محمد عليه السلام إلى السماوات العلى، مصلى قبة الصخرة أحد أجزاء المسجد الأقصى المبارك، وهو من أحد أهم المساجد الإسلامية في مدينة القدس وفلسطين والعالم الإسلامي، وهو أيضا من أجمل الأبنية في العالم. تعتبر قبته من أهم وأبرز المعالم المعمارية الإسلامية، كما يعتبر أقدم بناء إسلامي بقي محافظا على شكله وزخرفته، وقد بني في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان. ابقوا معنا لنتعرف أكثر على هذا المكان المقدس. قبة الصخرة تعتبر أقدم مبنى إسلامي في العالم، بنيت سنة 691 ميلادي على يد عبد الملك بن مروان، بنيت خلال 4 سنوات بينما استهلكت 7 سنوات من ضرائب مصر في عملية البناء. تحتوي على أجمل فسيفساء من العهد الأموي التي تقريبا مساحتها 1 كيلومتر مربع. هذا الباقي في داخل المسجد، في داخل القبة، لكن خارج قبة الصخرة جميع الفسيفساء التي كانت موجودة اندثرت مع الوقت، ووضع بدلا منها القيشاني الذي وضعه السلطان سليمان القانوني، وفيما بعد استبدله السلطان محمود خان بقيشاني جديد. طبعا تعتبر قبة الصخرة أيقونة جمالية أخضرت لنا من العهد الأموي إلى داخل عهدنا الحالي. هي أيضا تمثل أول عملية استخدام للرخام كعناصر زخرفية. جميع عناصر هذه القبة عناصر جمالية رائعة لن يستطيع أحد إيجادها في أي مكان آخر في العالم، لكن تعتبر أو يعتقد أغلب المسلمين بأنها مكان الصعود والعروج لسيدنا محمد إلى السماوات في ليلة الإسراء والمعراج، مع أنه من ناحية دينية ذكر بأن المعراج هو حدث من المسجد الأقصى دون تحديد بقعة محددة، ولذلك نجد قباب أخرى مثل قبة النبي ومثل قبة المعراج التي تخلل أيضا حدث المعراج. بينما المسجد القبلي بني في فترات زمنية مختلفة، تعرض عدة مرات للهدم نتيجة الزلازل التي حدثت في مدينة القدس، فأعيد بناؤه عدة مرات. البناء الأول كان على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 636، وكان عبارة عن بناء خشبي. البناء الآخر والأكبر بدأ فيه عبد الملك بن مروان بعد أن أتم التسوية تحت المبنى، لكن توفي قبل إتمام العمل، فأكمل ابنه سليمان عملية البناء أيضا بتكلفة ضرائب مصر، وبنى بجواره عدد من القصور الأموية. هذا المسجد الذي بناه بني بالفترة الأموية كان ضعفي الحجم الحالي للمسجد القبلي، لكن كما قلنا سابقا بأن المسجد تعرض عدة مرات للهدم نتيجة الزلازل، وأعيد بناؤه من جديد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. مشاهدينا الكرام، نتوقف في المحطة ذاتها عند أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، المسجد الأقصى المبارك، إذ لابد أن نسلط الضوء على المكان الذي يعد أحد أكبر مساجد العالم وأكثرها قدسية للمسلمين. المصلى القبلي أو الجامع القبلي، وهو جزء من المسجد الأقصى، وهو المبنى المسقوف الذي تعلوه قبة رصاصية، ويقع جنوبي المسجد الأقصى باتجاه القبلة، ومن هنا جاءت تسميته بالقبلي، وهو المصلى الرئيسي الذي يتجمع فيه المصلون خلف الإمام في صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. نبقى وإياكم بجولة مع الكاميرا. بعد ما قوات الاحتلال لنا من دخول داخل المسجد الأقصى، سوف نقوم بعملية توضيح المباني داخل المسجد الأقصى من على أحد أبواب المسجد، وهو البوابة الرئيسية باب المجلس. المسجد الأقصى هو عبارة عن 144 دنم كامل، فأي باب نحن ندخل منه لداخل داخل الساحات، أو نحن بداخل المسجد.
جميعه له نفس القدسية لنا كمسلمين. المكان بأكمله مقدس، لذلك نجد في بعض الأحيان لدى بعض المصلين صعوبة في الوصول للحمامات، نظرا لأنه لا يوجد أي حمامات في داخل مساحة 144 دونم، لأنه جميع مساحة 144 دونم هي مسجد. في داخل المسجد يوجد عدد كبير من المباني التي بنيت في فترات زمنية مختلفة. هذه المباني تنوعت منذ بداية العهد الإسلامي في مدينة القدس حتى يومنا الحاضر، وجميعها بنيت من قبل أمراء ومسؤولين الذين أرادوا وضع اسمهم وتخليده في مدينة القدس وفي داخل المسجد الأقصى. لكن تبقى أهم المباني في داخل المسجد الأقصى هي قبة الصخرة والمسجد القبلي. في محطتنا التالية داخل أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة عند كنيسة القيامة، أحد أهم الأماكن الدينية وأقدمها. وعلاوة على الأهمية الدينية لكنيسة القيامة، تزخر عمارة الكنيسة بالمشاهد الجمالية الفنية، فهي نموذج مشرق لرقي فن العمارة وهندستها، وما زال بهاؤها ظاهرا حتى اليوم ماثلا أمام الناظرين. كما تمثل الكنيسة تزاوجا معماريا فريدا بين المدارس الفنية المختلفة، خاصة الشرقية والغربية. نتعرف أكثر على قدسية هذا المكان وجماله من خلال هذا اللقاء. تعتبر كنيسة القيامة أهم الكنائس عالميا، فهي المكان الذي يسود الاعتقاد المسيحي بأن السيد المسيح قد دفن في هذا المكان وعيد بعثه للحياة مرة أخرى، وبناء عليه فهو مكان الصلب وهو المكان الأكثر قدسية للديانة والعقيدة المسيحية. أول بناء مسيحي أقيم في المكان كان في زمن هيلانا، القديسة هيلانا والدة الإمبراطور قسطنطين، الذي أعلن ديانة المسيحية ديانة رسمية في الإمبراطورية الرومانية. أقام كنيسة ضخمة في إقامة كنيسة ضخمة في هذا المكان. أيضا هذه الساحات كانت جزء من الكنيسة الضخمة التي أقامتها القديسة هيلانا. لكن مدينة القدس تعرضت في سنة 614 للغزو الفارسي، حيث دمرت الكنائس بما فيها كنيسة القيامة، وسرق منها الصليب المقدس إلى نينوى عاصمة الفرس. بعد 7 سنوات على ذلك استطاع الرومان استعادة المكان مرة أخرى وبناء كنيسة صغيرة في المكان. بقيت هذه الكنيسة موجودة حتى العهد الصليبي. الفترة الصليبية لم يعجبها البناء الموجود، فقرروا إعادة بناء المدينة فقرروا إعادة بناء الكنيسة بالشكل الحالي، وقد تم تغيير الأبواب، اتجاه الأبواب بالفترة الصليبية، حيث أن اتجاه الأبواب كان يفتح باتجاه الشرق من المدينة، الآن أصبح يفتح باتجاه الجنوب، وأقيمت الكنيسة بالشكل الحالي. فيما بعد طبعا تعرضت إلى عدد من الأضرار نتيجة الزلازل والحروب، وبعضها لازال بعض أجزاء من الكنيسة لازالت تخضع حتى الآن لعملية الترميم. وليس بعيدا عن كنيسة القيامة، وفي الفناء الجنوبي من الكنيسة وفي حارة النصارى بمدينة القدس، يقع مسجد عمر بن الخطاب. لهذا المكان تاريخ وحكاية نتعرف عليها قبل أن نختم جولتنا الميدانية لهذا اليوم في المحطة التالية بالمدينة المقدسة. ابقوا معنا. بني جامع عمر بن الخطاب في عهد المملوكي بعد قدوم صلاح الدين وتحريره لمدينة القدس، اعتقادا منهم بأن ذلك المكان هو المكان الذي صلى فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة 636 في لحظات قدومه لفتح مدينة القدس. وحسب الرواية بأنه دخل إلى كنيسة القيامة وحان موعد الصلاة، فخرج خارج كنيسة القيامة على مرمى حجر من بوابة الكنيسة وأقام الصلاة. وعند قدوم الأيوبيين كانت أبواب الكنيسة كما هي الأبواب الحالية تفتح باتجاه الجنوب، وبناء على ذلك قام الأيوبيين ببناء جامع في الموقع هناك، وقام فيما بعد العثمانيين بترميم ذلك المبنى وإضافة أيضا بوابة جميلة على المدخل. لكن المشكلة التاريخية الوحيدة
الوحيدة الموجودة في ذلك بأن الأبواب كنيسة القيامة لم تكن تفتح في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه باتجاه الجنوب، بل كانت تفتح في اتجاه الشرق، أي من هذا الاتجاه، وجزء من الأبواب لا زال موجود في داخل محل حلويات زلاطيمو المشهور في مدينة القدس في سوق دبخان الزيت. والموقع الذي صلى فيه عمر بن الخطاب يجب أن يكون هو في هذا السوق، في هذه المحلات التي أمامنا، فهو المكان الصحيح الذي يجب أن يقام فيه المسجد وليس الموقع الحالي الذي يقع فيه مسجد عمر بن الخطاب. مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الأعادي وسورها. هذه ليست مجرد أبيات شعرية اشتهرت على مستوى العالم، إنها حقيقة وواقع المواطن الفلسطيني بشكل خاص، وكل من يرغب بزيارة هذا المكان من مختلف أنحاء العالم. إنه الواقع الذي يفرضه الاحتلال على هذه المدينة المقدسة، واقع مرير ومؤلم لا بد أن يزول يوما ويتحقق الحلم بالنصر والدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشريف. وقبل أن نختم لقاءنا لهذا اليوم، نبقى وإياكم في فقرة مسجلة لثوب القدس، خليكم معنا. طبعا ثوب منطقة القدس يمتاز أول إشي بقماشه، القماش هذا الأصلي اللي هو الغباني اسمه. طبعا الأرضية بتكون بيج مدرب منه فيه باللون الذهبي، هذا أساس القماش تبع ثوب منطقة القدس. طبعا عندك القبة، هي شبيهة لمنطقة بيت لحم القبة، بس هذه بالتحريرة أو بالحرير اللي كانوا ينسجوه على إيدهم زمان ويصبغوهم. طبعا في الوسط عندك ساعة القمار، عرق المية مع المناجل. بنيكته بتكون ما فيها ألوان كثيرة، اللي هو بس تمتاز باللون الأحمر اللي بوسط البنيكة مع الشربات، مع إنه الرسمات اللي بتيجي فوقي بدها تكون شبيهة للأشكال الهندسية، ما فيها رسومات من الطبيعة أو إشي هيك. كمه بيمتاز في اللون الأحمر، وطبعا القماش الغباني الأصلي، ويكون خفيف التطريز مش زي الملكة اللي بتكون مليان إردان برضه، وبكون تطريزه أخف من أي توب تاني. يعني هو أكتر عبارة عن أقمشة، أقمشة أكتر منها تطريزة، وعليها تحريرة، عليها تحريرة. بعدين القبة تمتاز باللون البرتقالي اللي بنحط كردة للقبة من وراء. مناجله خفيفة مش كتيرة، اللي هي السبلة. برأيك شو السبب إنه ما في وجود تطريز اليد والفلاح على ثوب منطقة القدس؟ هي السبب إنه كان عندهم مشاغل كتيرة، فكانوا يستغلوا أوقاتهم بالشغل، الستات في الشغل بمساعدة أزواجهم خارج البيت أكثر مما إنه يسووا شغل، يعني كانوا يحاولوا شغل برا أكثر من جوات البيت، فكان تطريزهم يكون خفيف. من خلال وجودك في قسم المطرزات بإنعاش الأسرة، بتلاقي في عليه إقبال من سيدات القدس؟ لا، أنا بلاحظ من ناحية شغلي إنه لا، صار الكل يرجع للتطريز الفلاحي الأصلي اللي هي القطبة الفلاحية الأصلية، بطلبوه أكثر، لأنه صار حتى القطبة الفلاحية مش بس على التواب يستغلوها، صاروا يستغلوها على اللبس العادي زي الفساتين، الجاكيتات، الشالات. صار انتماء الست، يعني بنات الجيل هذا الأيام صاروا يحبوا يدخلوا تطريزهم في كل شيء. يعني انت بتكوني لابسه مثلا بلوزه زهقتي منها ما حبيتيها او خلاص بدك تكبيها، بدل ما بتكبها الست بتيجي بتحكي يعني سوي لها لمسه، حتى لو هي نفسها طرزت عليها بصير عندها شكل ثاني، بصير عندها رغبه في البلوز في اللبس هذا اكثر، وبصير انها غيرت شيء، صار شيء جديد عليها. فالحمد لله بناتنا الفلسطينيات ما شاء الله في هذه الفتره صار عندهم حب للتطريز، صارت تحب الواحدة تمتلك شيء، لو توب، لو بلوزة، لو فستان بسيط، المهم إنه يكون فيه التطريز الفلاحي الأصلي تبعنا. أعزائي
أعزائي المشاهدين وإلى فقرة المطبخ الفلسطيني لهذا اليوم، اخترنا لكم من داخل أسواق البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة هذا النوع من الحلويات الشهيرة. ابقوا معنا. احنا بنجهز للكعك والمعمول، والكعك والمعمول الحمد لله في مدينة القدس في عليه اقبال. طبعا احنا برضو حبة الكعك والمعمول في مدينة القدس في لها بهارات خاصة وفي لها هذا، والحمد لله رب العالمين في اقبال كويس بالعبيع الكعك والمعمول بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ان شاء الله. المعمول عبارة عن في معمول بطحين وفي معمول بسمين، احنا اللي اكثر شيء مشهورين فيه وبنحبه هون في عند الوسط العربي كليتنا الحمد لله رب العالمين، عندنا هون وفي فلسطين خاصه بنحب المعمول اللي بسميد. ومكونات المعمول عباره عن 3 كيلو سميد وقية سكر من 200 جرام ل 250 جرام سكر وكيلو سمنه. السمنه طبعا في انواع سمنه، احنا بنحب نحط السمنه مع سمنه بلديه، بنحب نحط تخلط مع سمنه بلديه. وابهار معمول خصوصي كل رطل له حوالي 50 جرام طبعا مع خميره ومي. خليت احنا كعكه القدس معروفه السمسم وكعكه والمعمول تبعت القدس سبحان الله في لها رونق خاص و لها الحب مميزه كليا بتختلف. اللي بميزها الله اعلم انه ربنا، كيف كعكه القدس اللي بسمسم بتروح وين ما تروح، عمان على وين ما كان بتروح على الضفه على نفس الشيء بلا كعكه القدس. والحمد لله رب العالمين كعكه والمعمول تبعت القدس الحمد لله بتختلف عن الكعكه في مناطق ثانيه. احنا برضو الكعك والمعمول هذا تراث قديم كان الناس يسووه في البيوت اول، هلقيت مع مر الايام والسنين وقصه الغاز والتعب والهذا صار في المحلات التجاريه، اما نضلنا محافظين على الكعك والمعمول كتراث قديم والحمد لله كل مناب يعني كل سنه على سنه كل عيد على عيد الحمد لله بتحسن الشغل وبزيد بيع الكعك والمعمول. احنا الحفاظ على تراثنا اهم شيء عندنا بالنسبه للقدس، لانه احنا بالنسبه لليهود بدها تطمس كل شيء بتعلق بفلسطين او بعربي. فاحنا الحمد لله رب العالمين انه احنا لازم نحافظ عليه، والحمد لله الوضع عندنا في القدس كاجماليا مش مزبوط، اما احنا برضه بنضلنا ربنا اللي عايننا بهذا الوضع اللي احنا فيه حاليا. اما برضه على كل حال برضه الحمد لله انه التراث بعمله بتوسع مش بندثر، عمله بتوسع مش بنضاء يعني بتسكر عليه. والحمد لله كل ما تشدد كل ما بقولك كل ما اشتدت الازمه تنفرج، وهذا التراث بدنا نحافظ عليه ان شاء الله. مشاهدينا إلى هنا وينتهي بنا اللقاء لهذا اليوم في مدينة القدس، كنا وإياكم في حلقة مميزة حضينا من خلالها بالزيارة للتعرف على واحدة من أقدس بقاع العالم، إنها القدس المحتلة، ودائما يبقى الأمل بالنصر، أن تنصروا الله فلا غالب لكم، الرحمة لشهدائنا الأبرار من مروا من هنا على درب الحرية، ودمتم في أمان الله.